زينة طلبتني إنها تشوفني أكثر من مرة، وأنا بصراحة ما بيني وبينها أي شيء يعني ليش، فوافقت في الأخير وبعدين ليتني ما وافقت. قعدت أسمع كلام غريب، قاعدة تقول لي إن سحر قالت لها كل شيء، ما خلت إبرة في البيت إلا وقالتها لها البنت. ليش يا سحر؟ والله العظيم ليش؟ يعني هذه أسرار البيت مفروض تكون جوا البيت ما تطلع برا، وأنا دائما أقولها وأعيدها وأزيدها إن أنت فمك عبارة عن راديو ما راح يرتاح إلا لما يقول كل شيء صار في البيت. وآخر شيء أرجع لك يا سحر وأقول لك إنك أنت تكلمتي مع أحد تقولين لا، علمتي أحد بسوالفنا تقولين لا، على أساس إنك أنت ما تكلمتي لأي أحد، وآخر شيء تعلمين هالبنت. بعدين لحظة في شيء أنا بصراحة من مرتاح له، هذه الاسمة زينة شككتني كثير في حملك يا سحر. استغفر الله، أنا ما أبغى بالي يروح بعيد، لكن أتمنى في الأيام الجاية أني ما أنصدم، لأن إذا بنصدم